بالنسبة لمرضى السكلر في شهر رمضان الكريم، يجب الانتباه إلى أهم نقطة وهي درجة كمية السوائل اللي يأخذها مريض السكلر. طبعاً إحنا كأطباء يمكن ما إحنا ننصح إن الكل لا يصوم أو يصوم، هذا يعتمد من مريض لمريض، والمريض نفسه هو الوحيد اللي يستطيع أن يقرر إنه بإمكانه الصيام أو إنه لا يستطيع الصيام، على حسب عدد نوبات الألم اللي يجي، حدتها، درجة شدتها، الكمية الأدوية اللي يحتاج يأخذها طول اليوم. فإذا حس أنه ممكن يصوم فلازم يتبع إجراءات أساسية وعامة، أهم شيء فيها كمية السوائل، لترين لثلاث لترات في اليوم من الماء ومن السوائل، بالذات عند الإفطار لازم يكون في العصائر في الماء وفي الشوربة ممكن تكون بعد الإفطار، من الإفطار للسحور يقسم اللي هو كمية السوائل على هذا الوقت، ياخذ كميات يعني غذاء متكامل في بروتينات لبده بالطاقه، الكربوهيدرات المعقده ما تكون بسيطه، التقليل من الاملاح والسكريات البسيطه اللي ممكن تسبب له جفاف طول اليوم، الالياف اللي ممكن يعني تخلي كميه السوائل في الجسم لمده اطول مثل الفواكه والمكسرات. لو لا سمح الله صادته نوبه من نوبات السكلر لازم يتوقف عن الصيام، ياخذ كميات السوائل، ياخذ الادويه الملزوم بها، ولو احتاج انه يروح الى استشاره الطبيب لازم يتوجه الى المستشفى او اقرب مركز صحي للمعالجه. الجانب الاخر لمريض السكلر يكون عرضه للالتهابات بجميع انواعها، بس ناخذ في الاحتياطات اللي هي الالتهابات الموسميه، زكام المشابهه للانفلونزا، وهذا بسبب كثره الزيارات وكثره التردد على المساجد، لازم انه ياخذ فيها الحذر مع النظافه الشخصيه وغسل الايدي حسب ما يحتاج الوقت.